سيادة العميد، أهلا بك. وفق هذه الأرقام التي ذكرناها الآن، ما هو الأثر المالي لهذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بداية بس عايز أقول إن في تعتيم متعمد عن المؤشرات السلبية عن الاقتصاد الإسرائيلي، ودايما وهدي حضرتك مثال إن بمجرد ما نشبت الحرب الروسية الأوكرانية هرعت مؤسسات التصنيف لخفض التصنيف الائتماني لروسيا. أما في حالة إسرائيل فهم انتظروا وقتا طويلا حتى يعني يقوموا بالتنزيل التصنيف ده، أول حاجة. فهو المؤشرات اللي موجودة حتى لو كانت بتطلع من الجانب الإسرائيلي فهي مؤشرات طالعة من الجانب الإسرائيلي، إنما في تعتيم إعلامي متعمد عن هذا الموضوع، ويصر دايما الإعلام الاقتصادي على أنه هو يظهر مساوئ دول الجوار ولا يظهر مساوئ الاقتصاد الإسرائيلي. طبعا احنا بنتكلم على خسائر تعدت 70 مليار، احنا بنتكلم على خسائر على يعني حاليا تكبدتها إسرائيل فعليا، وبنتكلم على خسائر على المدى المتوسط والمدى الطويل. ولكن عايز أوضح أن إسرائيل ما بتقترضش من البنك الدولي أو من صندوق النقد، فهي مش محتاجة حد يراجع سياستها المالية. فإسرائيل عندها مؤسسة إسرائيل للتنمية، وده كيان مسجل في الولايات المتحدة الأمريكية، والمؤسسة بتقوم بإصدار سندات، لها الحق أنها بتقوم بإصدار سندات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا خدت كل الدعم منذ بداية الحرب، أخدت كل الدعم المالي ولمت حوالي 1.7 مليار دولار من المجلس التشريعي اللي هو مجلس التبادل التشريعي، اللي هو مؤسسة أمريكية يمينية، وده دايما بيبقى مختص باستثمار العوائد، مختص بالاستثمارات بتاعة الفوائد المالية اللي موجودة في صناديق التقاعد والخزائن الولايات. يعني عايز أقول لحضرتك إن هي استثمارات حكومية واستثمارات، فهي السندات بتاعة إسرائيل لما بتيجي تقترض ما بتقترضش زي أي دولة بالفوائد العادية أو بالطريقة الطبيعية. كمان هم عندهم بنك، يعني بنوك كمان دخلت دعمتهم كمان في وقت الحرب. انا بدي حضرتك فكره بس، هو ازاي في ازدواجيه المعايير، ما هياش بس في ان اسرائيل بوحشيتها على قطاع غزه او بوحشيتها في الحروب السابقه على مدار ال70 عام السابقه من عدوان لعدوان. انا بدي حضرتك فكره بس، هو ازاي في ازدواجيه معايير حتى في التمويل وحتى في الدعم الاقتصادي. اي بلد هتبقى موجوده في حاله حرب او في حاله عدم استقرار عسكري، طبيعي ان كل المؤسسات او كل الاستثمارات بتهرب منها، ولا يمكن ابدا ان انا ازيد في استثمارات في سندات لان دي بتبقى مخاطرها عاليه جدا. زي ما حضرتك ذكرتي ان المخاطر ان عوائد السندات ابتدت تزيد لاعلى مستوى منذ البدايه. اللي عايز اقوله كمان ان في بنوك، البنوك زي بنك اوف امريكا وجولدمان ساكس ودويتش بانك وبي ام بي باريبا، الناس دي اشترت سندات من الكيان الاسرائيلي او من الجهه اللي هي مؤسسه اسرائيل للتنميه بحوالي 7.5 مليار. عندنا لا يمكن برضو نلاقي ان في استحواذ من شركات لدوله داخل الحرب، لا يمكن طبعا هنلاقي ان في استحواذ من شركات. احنا عندنا شركه امريكان اسمها انفيديا برضو دخلت عملت استحواذ لمعظم الشركات او لشركات كتير من الشركات الاسرائيليه بقيمه 3.2 مليار. رغم كل هذا الدعم الا ان احنا عندنا انخفاض الناتج المحلي بحوالي 5.6، عندنا تخفيض التصنيف الائتماني من وكاله موديز والوكالات الامريكيه، عندنا انخفاض صادرات التكنولوجيا اللي هي بتمثل خمس الناتج الاجمالي القومي الاسرائيلي، واللي هي بتمثل حوالي ربع عوائد الضرائب، انخفضت انخفاض شديد. عندنا 29% انخفاض في الاستثمارات الاجنبيه، وطبعا هو الحقيقه خفض الاستثمار الاجنبي ده هو حقيقته زي ما بقول لحضرتك لولا دعم المؤسسات ودعم الولايات المتحده الامريكيه والشركات الاوروبيه ما كانش هيبقى فيه خالص، كان الاستثمارات الاجنبيه هتقل عن كده كمان.